من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة إلى الآخر. بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب، فأي أعماق؟ أولا هذه ليست صلاة سطحية ولا صرخة عادية، لأنها من الأعماق. يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب، من عمق القلب، من عمق الفكر، من عمق المشاعر، من عمق الأحاسيس. من الأعماق صرخت إليك، من عمق الاحتياج، من عمق احتياجي إليك، ومن عمق ضعفي وتعبي، من عمق السقوط اللي أنا ساقط فيه وعايز المغفرة من عندك، من عمق الشعور بالعجز وبالفشل أحيانا. من الأعماق صرخت إليك يا رب، من عمق المشاكل التي تحيط بي والتي لا أجد لها حلا إلا عندك. من متاعب تأتي من الناس ومن الشيطان، أو من عمق أخطار، أو من عمق خجلي من نفسي أمام ضعفاتي، أو من عمق الهاوية التي انحدرت إليه زي يونان النبي. صرخ من الأعماق، من عمق الهوية اللي كان فيها، أو من عمق حزني على نفسي ومن خوفي. من الأعماق صرخت إليك يا رب، جايز من كل هذه الأمور مقتنع. هناك أناس وهم في الأعماق لا يصلون ولا يصرخون، وهم في الأعماق دي كلها لا يصلون ولا يصرخون. وفي أشخاص يصلون ويصرخون ولكن ليس من الأعماق، فيبقى كويس الاثنين مع بعض. لما ربنا يرفعنا من هذه الأعماق، لأن هو المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. لما احنا نكون في هذه الأعماق، تقول من عمق ضعفي صرخت يا رب إلى عمق قوتك، ومن عمق عجزي صرخت إلى عمق قدرتك، من عمق مشاكلي لجأت إلى عمق حكمتك التي تحل المشاكل، ومن عمق احتياجي لجأت إلى عمق حنانك ومحبتك، من عمق سقوطي لجأت إلى عمق مغفرتك، ومن عمق الهاوية لجأت إلى علو سمائك. صرخت إليك يا رب، من الأعماق صرخت إليك يا رب. في ناس بيصلوا لكن الصراخ بالذات هو درجة أعمق، تدل على مقدار الحاجة ومقدار الجدية. إن الواحد بيصرخ لربنا، بيصرخ لربنا لأن ربنا قادر على كل شيء، بيصرخ لأنه شاعر إن هو في أسوأ حالة،
فبيقول له من الأعماق صرخت إليك كطفل يلجأ صارخا إلى أبيه، صرخة إيمان واستغاثة ورجاء، يصرخ بكل قوة مثل ذلك الزجل الذي قاله أحد العلماء وقال مثل صرخة غريق بينده لقارب نجاة، بينده بكل قواه للحياة. يعني الغريق ده صرخته بتبقى بكل قوة لأنه بينادي للحياة. في آيات كثيرة في الكتاب المقدس تتكلم عن الصراخ إلى الله، صراخ الاستغاثة ربنا، يعني ليس مجرد نداء نقوله لربنا، ده صراخ. زي في مثل قاضي الظلم في لوقا 18 يقول ألا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. في مزمور 3:4 المزمور اللي بيقول فيه يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله. بيقول بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس. في مزمور 5 بيقول انصت يا رب إلى كلماتي واسمع صراخي. في مزمور 120:1 يقول في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي. في المزمور الكبير مزمور 119 يقول صرخت من كل قلبي فاستجاب لي الرب. جايز واحد فيكم بيصلي وبيصلي بصوت واطي ويمكن ينام وهو بيصلي أو بيسرح وهو بيصلي، لكن لما بيصرخ لربنا ما بينامش، بيبقى صلاح بكل جدية. وربنا بيقول كده برضه، بيقول من أجل شقاء المساكين وصراخ البائسين الآن أقوم يقول للرب أصنع الخلاص على نية. في مزمور 18:6 يقول في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكل قدسه وصراخي قدامه دخل إلى أذنيه. قلت لكم أن يونان النبي صرخ إلى الرب وهو في بطن الحوت، وأيضا أهل نينوى في يونان 3 قالوا فليتغطى الناس بالمسوح ويصرخون إلى الرب بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرضية. وبرضه ربنا بيستجيب لهذا الصراخ في خروج 2:23 يقول صرخوا فصعد صراخهم إلى الله. أول صرخة سمعنا عنها في الكتاب المقدس وربنا سمعها واهتم بيها حينما قال لقايين أول قاتل على الأرض، قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. دم القتلى بيصرخ إلى الله، إنسان يصرخ إلى ربنا وهو في أسوأ حالة. بيقول صرخت إلى الرب فسمع صوته. المزمور ده مزمور التوبة، بيصرخ إلى الرب وبيطلب المغفرة وبيتكلم عن الفداء وبيتكلم عن رحمة ربنا. مزمور فيه حاجات كتير،
تورينا ان الانسان حتى لو كان في اسوأ حالة لازم يصلي ويصرخ الى الله، حتى لو كان في اعماق التعب وفي اعماق الخطية وفي اعماق المشكلة وفي اعماق المذلة يصلي ويصرخ الى الله. في الحقيقة اعمق صلاة هي الصلاة حينما يكون الانسان في مشكلة، حينما نكون في طرف وفي دعيم جايز ما نصليش خالص، وان صلينا تبقى صلاة من اكواهنا، لكن عندما ندخل في كور التجارب وفي التعب وفي المذلة نصلي الى الله من عمق القلب، تكون صلاة عميقة. داود برضو كان بيصلي وهو مطحون في الاول من شاول وثانيا من ابشالوم، وايضا مطحون من نفسه ومن خطيته، فكان بيصلي بعمق. وربنا ساعات بيسمح بالمتاعب لكي يجذبنا اليه في الصلاة. طبيعة الناس كل ما كانوا متنعمين بينسوا ربنا، فربنا يسمح ببعض المتاعب عشان يصلوا. في هذا المزمور بالذات من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، ذكر اسم ربنا 8 مرات في مزمور واحد. يعني ايه استمع صوتي؟ ما هو معروف ان ربنا بيسمع كل حاجة، لكن ليه يقول له اسمع؟ كلمة اسمع هنا يعني اهتم، اهتم بالكلام اللي بقوله لك، اسمعه. يعني مش مجرد سماع كده، ما هو ربنا سامع كل حاجة من تلقاء ذاته. زي مثلا لما تقول فلان له كلمة مسموعة، مش مقصود بكلمة مسموعة يعني الناس بيسمعوها، ما هو كل إنسان كلامه بيتسمع، لكن إنسان له كلمة مسموعة يعني تصل إلى المسؤولين وإلى أجواء ويكون لها وزنها ولها تأثيرها. واحنا كمان لما بنقول يا رب اسمعنا، انت عارفين لحن ابنوتي مينان يعني يا الله ارحمنا، بنقول فيه اسمعنا، صوتي اسمعنا، اسمعنا يعني خلي بالك من اصواتنا، مش مجرد السماع العادي سماع الاذن، لكن اسمعنا بالاهتمام، واسمعنا بالقلب، واسمعنا بالإرادة، واسمعنا بالاستجابة. ولذلك ساعات كلمة سمع الله صلاتي يعني استجاب صلاتي، بيكون معناها كده. من أشهر الصلوات اللي من نوع ده صلاة سليمان يوم تدشين الهيكل، يقول لربنا في ملوك الأول 8 لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك. ويقول له إذا الشعب جرى له كذا 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 فاسمع أنت في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فاخبر. ومرة يقول له لو حصل كذا وكذا اسمع أنت في موضع سكناك في السماء واعمل واعطي كل واحد حسب طرقه كما تعرف قلبه. ومرة يقول له فاسمع أنت في موضع سكناك في السماء صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. يعني تسمع زي كمان لما نقول لربنا شوف
ده ما ربنا شايف كل حاجه. لكن نيجي مره نقول له ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكربه في مزمور 80. لما ربنا بينظر بينظر، لكن نقول له انظر يعني انظر نظره خاصه. او في مزمور مثلا 86 يقول له امل يا رب اذنك واستمعني، امل يا رب اذنك واستمعني. ما ربنا سمع سمع، لكن ده سمع من نوع خاص. او في مزمور برضو 86 يقول اصغ يا رب الى صلاتي وانصت الى صوت تضرعي، استجب لي. وفي المزمور الكبير يقول فلتدنو وسيلتي قدامك يا رب كقولك، فهمني لتدخل طلبتي الى حضرتك. يعني ايه لتدخل طلبتي الى حضرتك؟ يعني تخش عندك جوه وتسمح. وهو في اوقات ربنا ما بيسمعش. ربنا قالها مره، بقول لكم قال ايه، قال في اشعياء في الاصحاح الاول لما كان متضايق من العيشه الشكليه القاطئه اللي بيعيش فيها اليهود مع تقديم الذبائح ومع الطقوس ومع كل حاجه، قال لهم ايه؟ حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاه لا اسمع. ايديكم الان تندمع. اذا في اوقات ربنا بيقول انا مش قادر اسمع صلاتك، مش قادر اقبل صلاتك. فلما تقول له اسمع صلاتي يكون معناها اقبل صلاتك، اقبلها اليك، تدخل الى حضرتك. مزمور 84 يقول أيها الرب إله الجنود اسمع صلاتي، اصغي يا إله يعقوب التفت إلى وجه المسيح. لأن مش كل صلاة بتدخل إلى ربنا، في صلوات ما بتدخلش. أنت تقول من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، يكفيني إنك سمعت وأترك الباقي ليك، لرحمتك لمحبتك لتدبيرك، كفاية ان صوتي وصل اليك، كفاية ان صوتي وصل اليك. اصواتنا بتصل الى الله حتى لو لم نتكلم. يعني ربنا شعب كان في مذلة أي قبل ما يبعث موسى على طول، فربنا سمع أنينهم من غير ما يصلي، سمع صراخهم من مسخريهم من غير ما يصلي، فاعتبرت كأنها صلاة. ده في حاجة تاني، إن ربنا يسمع دموعنا ولم نصلي. في المزمور يقول انصت إلى دموعي، انصت إلى دموعي. الدموع ما بتتكلمش بصوت إنسان، لكن عند ربنا بيسمع صوت هذه الدموع حتى لو كان الإنسان لا يتكلم. استمع صوتي يعني اعطي اهتماما لما اطلبه منك، اشعرني انك استلمت الصلاه وانك خدتها وعرفتها وكفايه عليك، انا مش عايز منك اكثر من كده. وبعدين داود يقول له ان كنت للاثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. ابتدى بقى داخل في مزمور التوبة. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. طبيعي إن ربنا كل الآثام بيرصدها، ليه يقول له إن كنت راصدا؟ في واحد بيخطي خطيئة وربنا مش عارف؟ عارف.
الله الكلي المعرفة لابد يكون بيرصد الآثام. الله الذي وضع الضمير في أعماق الإنسان لابد يكون بيرصد. الله القدوس الذي لا يحتمل الخطية لابد يكون بيرصد. الله الديان العادل الذي لا يساوي بين الناس كويسين وحشين لابد بيرصد. إنما بيقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب، يعني إن كنت بترصدها للعقوبة أو تخزنها علينا أو تعاقبنا بيها، ده من يطلع؟ دي زي الطبيب، الطبيب بيرصد المرض اللي موجود عند الإنسان وتطور المرض، لكن مش بيرصده لكي يوبخ المريض، بيرصده لكي يشفي المريض. فهو بيقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب، إن كنت هتمسك لي على الوحدة، على رأي المثل، إن كنت هتمسك لي على الوحدة مين اللي يقدر يثبت أمامك؟ دي زي آخر مزمور، مزمور 143 في صلاة باكر، بنقول له فيه لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لا يتزكى قدامك أي حاجة. ما تقعدش يا رب تحسب لي في الخطايا أنا مش قدك، ما تقعدش تحسب لي في الخطايا أنا مش قدك، وكمان خطاياي كتير هتقعد ترصد إيه ولا تعمل إيه، لأن من عندك المغفرة. ربنا ما بيعاقبش على كل خطية، جايز في آلاف الخطايا بيسيبها لنا وخطية معينة يدي عقوبة عشان الإنسان ياخد باله من نفسه، بيسجلها لكن لا يأخذ إجراء ضدنا، بيسجلها ويسجل معها طول أناته التي تعطي مجالا للتوبة. بيقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، أنت لوحدك اللي بتغفر، لأن الخطية أصلا موجهة ضدك. عشان كده أنا بقول لك في المزمور إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صناع، وأيضا عندك المغفرة لأن الرحمة هي من طبعك والفداء أيضا هو عملك بالدم المسفوح من أجلنا. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. لكن مش معنى كده إن احنا نتهاون ونتساهل ونمشي في الخطية، طبعا لأ،